مساء الخير، اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامج بوضوح. اي واحد نفسه في ثانيه يطلعها قدام الكاميرا عشان يظهر موهبته للناس كلها، نفسه بس ان هو ياخد الفرصه. يمكن احنا زمان الفرصه اتاحت لنا ان نطلع والناس تشوفنا، وجيل زمن وجيل وقت وجيل مكان اللي نقدم ناس غيرنا. الحمد لله احنا بعد ما اتشهرنا جدا والناس عرفتنا في الشارع جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لدرجه ان انتوا اول ما شفتونا على الشاشه دلوقتي عرفتونا، وخصوصا انا. فقلنا ندي فرصه للناس عشان خاطر التناكه وروح الانا ما تبقاش فينا. فالنهارده هنعمل كده وهندي فرصه لاحد الشباب الموهوبين. مش عيب انك تكون مشهور، لكن العيب انك انت ما تساعدش غيرك وتاخد بايده عشان يبقى مشهور زيك. يمكن يا أخي يبقى في حاجة تفيد المجتمع، يمكن يا أخي يبقى أكثر منفعة منك للناس. عشان كده احنا موجودين معاكم النهاردة. كمل يا مينا. يمكن الوش اللي هنستضيفه النهاردة وش مؤخرا بدأ يبقى معروف في القنوات في التلفزيون. يعني انت ممكن النهاردة ممكن في حلقة النهاردة تشوف تقول شفته فين قبل كده. النهاردة معانا وش بدأ يتعرف مؤخرا. هو ما بدأش يتعرف قوي، يعني هو لسه بيبدأ حياته، ودي الحتة بتاعتنا احنا بقى الناس النجوم بيبتدوا ياخدوا بايد الشباب الصغير اللي لسه محتاج فرصة. والحمد لله احنا مش بنتنك ولا اي حاجة، عشان ومش خايفين من التنافس على فكرة، عشان خاطر نثبت لكم وجهة النظر دي. احنا بنقدم لكم الوجه الجديد. اتفضل قول اسمه ممكن حد يبقى عارف يعني. بس عشان مساء الخير. مساء النور. ازيك عامل ايه؟ مساء الخير. لا ما تتوترش، خليك عادي. اول مره. خليك عادي، متخافش. شكرا قوي، دي فرصه. خليك عادي، اهلا. اتفضل. خليك عادي، انا عاجبني الطقم. مش مدام اليسا برضو، استاذ راغب علامه، انسه دنيا، مظبوط. مستنى يعني استاذ راغب اوكي، انما مدام اليسا يعني. طب مذيع العربي يمكن. ايوه مدام ليلى علوي، اهلا وسهلا. اهلا استاذ خليفه، معقوله؟ اهلا 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 بيك. انا بشكركم ادتوني فرصه النهارده ان اكون مع حضراتكم النهارده. تمام. يعني في المكان ده، في الاستوديو ده، والحقيقه معايا ثلاثه من كبار النجوم المعروفين اللي ليهم تاريخ حافل في السينما والتلفزيون والفيديو والاذاعه والراديو والبوتجاز. لا اذاعه لسه، اذاعه يعني عملنا حاجات كده. لا لا، في ناس عملت اذاعه. في ناس عملت. مش انتوا عملتوا ساعه لقلبك زمان؟ اظن حضرتك عملت ساعه لقلبك. حضرتك انا مش انا مدام اليسا. استاذ امين الهنيدي زمان حضرتك عملت. استاذ فؤاد المهندس. استاذ فؤاد المهندس حضرتك كنت مع خواجه بيجو، مظبوط؟ افتكرته حضرتك. انا عارف انت مع ابو لمعه، صح؟ مش انت ابو لمعه، صح؟ افتكرته حضرتك. شرفنطح معه ولا لا؟ استاذ شرفنطح، صح حضرتك؟ يا جماعه ده انا محظوظ يا جماعه. اتفضل. انا قاعد معاك توفيقه كبيره من اتفضل. لا يعني مش معقوله. خافش. لا انا مش ده. لا انا مرعوب يعني، مش عارف بتكتك من جوايا يعني. فك كده. طب اعمل ايه يا فندم يعني؟ فك اعمل ايه؟ فك كده. انا بس يا مينا. بص يا دكتور، يعني احنا كان المفروض ان دي اتفاقيه ان احنا نعمل كده، كون ان حضرتك جايب جمهورك يضحك لك. احنا بقول لك ايه، هي العافية حكمت. لا يعني تقول عليها ملامعه فتضحك الناس تضحك. انت قال عليك ملامعه، انا قال عليا اليسا. مساء الخير على حضراتكم اعزائي المشاهدين. زي ما شفنا النهارده حلقتنا حلقه ضيوفها جمال جدا، بيقدموا فن جميل جدا، فن تمثيلي ارتجالي، ممكن تصاحبه مزيكا احيانا. هو توليفه فنيه كده ساخره مش تقليديه، مختلفه في الشكل، في المضمون، في الاداء، مختلف عن الكوميكس وعن الكاريكاتير اللي كانوا لغايه حد فتره بسيطه جدا هم مصدر التنكيد في مصر والضحك والسخريه على الاحداث والناس. مؤخرا انتشر نوع جديد من الفن اصبح وسيله مهمه للتعبير والانتقاد، وبرضه بيوصل رساله وفكره معينه، واصبح في ورش كتيره جدا تتبنى المواهب دي لحد ما بيبقوا بروفيشنال جدا في الستاند اب كوميديانز، زي ما هنشوف النهارده ونتعرف على ضيوفنا. معانا النهارده صلاح الدالي، مينا نادر، وليد ابو المجد. نورتونا ثلاثه من نجوم الستاند اب كوميدي. سعداء جدا بوجودكم معانا النهارده. وفعلا يعني دخلتوا البهجه عليا وعلى جمهوري اللي جاي معانا النهارده. احنا بنحب حضرتك من ايام ما وقفنا جنبك زمان في اول. انا واخد بالي، وانا مش هنسى وقفتكم بصراحه، يعني وقفتوا كنتوا رجاله، وقفنا وقفه رجاله. الحمد لله.
احكولي كده مع ناس كتير بجد. زي مين مثلا؟ مثلا الدكتور باسم يوسف. طبعا. وائل الابراشي طبعا. احكولنا بقى كل واحد بدا ازاي. انا بدات اني كنت معدي على سايت عبد المنعم الصاوي في الزمالك. فلقيت مسابقه ستاند اب كوميدي فقدمت فيها، وبعد ما عملت الابلكيشن قلت ابدا بقى اعرف ايه هو الستاند اب كوميدي اصلا يعني. فروحت دخلت على النت وعرفت ايه الستاند اب كوميدي، فبدات احضر سكريبت، دخلت المسابقه، خدت مركز ثالث، ومن هنا كانت البدايه بقى حفلات وحاجات وكده، والحمد لله 3 سنين اهو. عظيم. انا اتفرجت على الستاند اب كوميدي فعجبني، حسيت ان انا هعرف اعمل الحاجه دي. انا اصلا بمثل في فريق مسرح حقوق القاهره، ده اول ما بدات امثل. بعدين حبيت اقدم ستاند اب كوميدي، فرحت حفله كده كان فيها ناس بتغني راب، فجربت فما كنتش كويس، فجربت تاني في نفس المسابقه اللي مين اقدم فيها، فالحمد لله دي كانت اول خطوه ليا، ثم توالت النجاحات وعملت افلام بقى ومسلسلات وشهرت جدا. ده حقيقي ده يعني هي اللي فات كان صح لما جاي بس هي جت على دي زود يعني. بتعرف تفوت؟ ما احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا كلنا بنفوت طبعا. لو ما فوتناش ايه اللي هيحصل؟ هنفوت. هيحصل ايه؟ هنفوت. يعني ايه؟ بعدين بعد الحلقه ولا فاهم انت تسكت. يعني اذا ما فوتناش هنفوت. فهمت. ايوه فهمت فهمت. يبقى نفوت. فهمت. يبقى عشان ما نفوتش. لا لا هو عمل افلام كتير، ده افلام جميله مش والله احنا كلنا بنحبها. لا لا عشان بس كمل كمل قول قول السي في كله. فرنسي الماني انتاج الماني. فرنسي الماني عراقي. انتاج ايه؟ صيني ولا ايه؟ لا 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 انتاج والله مش برك، بس الكاست كله كان فرنساوي، فانا كنت ضيف غريب. انا كنت بمثل في مسرح الجامعه برضو، جامعه حلوان، وبعدين قدمت في المسابقه بتاعت الستاند اب كوميدي اللي مينا كان بيقدم فيها. احنا الثلاثه عرفنا بعض من المسابقه دي، والحمد لله خدت مركز اول في المسابقه. كنت عامل ستاند اب كوميدي. طلع الاول؟ لا ده ده مينة. ده ده حقيقي. لا 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 الاول. لا 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 يعني ايه الاول؟ يلا فوت عشان تكر ولا فوت علشان هندفع ولا فوت. لا 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 فوت الاول. برافو عليك. الله يخليك. لا 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 شهاده لله والله. صلاح طلع الاول بجداره. ده ابو صلاح. وبعدين كنت عامل ساعتها ستاند اب كوميدي بتاع المسابقه كان على المجلس العسكري. بعدين ونزل على نزل على النت فعدى النص مليون مشاهده. الكلام ده كان من حوالي 3 سنين ونص. ايه هو نزل فعلا؟ نزل على النت طبعا. ده كان زمان لسه. وصلاح عرف غلطته. برافو. لا ما انا عملت اعتذار. برافو. عملت اعتذار وفاتت. الاعتذار ولا فاتت؟ فاتت فاتت الحمد لله. فاتت والله العظيم. ما كان ساعتها الدنيا فوت انت دلوقتي. لا لا فاتت. ما انا قاعد مع حضرتك اهو يا راس. ما تفهمنا الليل عشان اللي جاي. ما انا عمال افهمك السيف يا عم. يلا مين ورينا مين. الله يخليك. خليها حلقه وتعدي. هنبدا يا جماعه بمين هيورينا اول شوط. اتفضل يلا. مساء الفل. انا اسمي مينا نادر، انا ممثل وستاند اب كوميديان. طولي 170 سنتي، وزني 60 كيلو جرام. هو باين ان انا مش 60. بص هو المقلم والكاميرا بتتخن فيعني. بص انا شايف ان التخن مش مشكله، بل بالعكس انا التخن بيخلي بني ادم قنوع. يعني واحنا صغيرين كنا نفتكر نتسال دايما نفسك تطلع ايه؟ فقال لك نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس. تعال قول لي نفسك تعمل ايه؟ اقول لك نفسي احط رجلي على رجل. يعني يعني دي اقصى طموحاتي. يعني التخن يعني بيشاوروا على بعض، بيقولوا بيتكلم عليه. ف هي التخن ليه مميزات كتير. يعني انا لا بنت صاحبتي من مميزاتها ان هي بتشوفني بتسلم على كرشي ما بتسلمش عليا. والله يعني انا اشوفها كده فاقول لها ازيك يا منعه؟ يا غدير. اقول لها حبيبتي انا مدد ايدي. تقول لي بس طبعا بيحصل مواقف بايخه كتير، ان انا ابقى ماشي مثلا في الشارع وعادي بقى ماشي مرهرط ومش لابس الكرسي وبراحتي يعني كرشي مدلدل، وتلاقي واحد تلاقي لك كان من تحت الارض فاهم. قال لك ايه ده؟ مين السافل اللي عمل فيك كده؟ فانا انت يعني برضو من المواقف اللي ما انساهاش خالص في حياتي. كلنا بننزل وسط البلد صح؟ فمره ماشي انا كده ولقيت الراجل اللي على الرصيف بدا الرجالي بسعر المصنع يا استاذ.
عايز جنس مقاسك بقى اول ما شافني. وعليكم السلام وبركاته. فقمت رجعت له قلت له حضرتك انا عايز بدل. فبقى رجعت له قلت له حاجه انا عايز بدل رجالي بسعر المصنع وعايز جنس مقاسي. قال لي ايه ده انت تخين قوي. قلت له اه ما انا عارف حاجه يعني عندك. قال لي انت تخين جدا. قلت له حاجه اه ما انا عارف يعني. قال لي انت تخين. قلت له خلاص يا عم انا قلت لك شمني ده انت غريب قوي. فبس دي مشكلتي مع التخن. شكرا ليك. وخسيت بعدها بقى بتخنت لا اكتر. انا عندي مشكله يا دكتور بصراحه. ايه بقى؟ انا بدخل المحلات انا بصنفها كده محلات البني ادمين اللي انتوا بتجيبوا منها لبس كلكم يعني. فبدخل محلات البني ادمين اكبر مقاس بيجي بادي. بادي ازمه ازمه والله ما حدش حاسس بيا. ادخل محلات البيك سايز اصغر مقاس يجيبني انا واحد. فبقى مقاسي فقلت يا اما خس يا اما اتخن. فاستسهلت بدخن على طول يعني على طول. وليد نفس المشكله اللي عند مينا بالظبط برضه بخصوص جسمي يعني. بس انت على رفيع بقى. احنا كلنا مضطهدين في البلد. انت العالم. يلا وليد يا دكتور. وليد برافو. يلا بص انا عندي مشكله في يعني الراجل ده عنده مشكله في التخن انا عندي مشكله في الرفع يعني. لان انا اول ما اتولدت ابويا بيسال الدكتور ولد ولا بنت قال له عمود فقره يا حاج. فخير عواميد. فقال لي عمود فمنتهى. لا لا استنى استنى عمود فكري والله يا ريس. لا انا عايز اعرف مين اللي بتضحك الضحكه دي بجد دي هايله. لا من قلبك. لا مش ماسكه نفسها مش عايز اقول لك. المهم فاكتر ناس بقت تحبني في مصر مين؟ سواقين الميكروباص. انا بالنسبه لهم زبون مثالي جدا. ابقى خارج من البيت عادي جدا اهو رابع تعالى. تعالى 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 خش خش تعالى على حجري تعالى منتهى الاهانه يعني. فطبعا اللي هو الناس في العربيه بيبقوا عارفيني والله. انا عملت برنامج قبل كده فالناس ايه ده يا عم تعالى اركب يا عم. فانا بحسب ان انا مشهور وكده اقول له حضرتك شفت لي حاجه يقول مش انت تركب رابع خش اخلص انت مش هتمثل يعني. فانا قررت العب حدي رحت واخد كاركتر مدعي جدا كده مش فاهمش انا عملت كده ليه مع اني لسه ما لعبتش بس عملت كده يعني. ودخلت للكابتن مساء الخير يا كابتن عايز العب حديد. قال لي وقعد يضحك فتره قلت له بقول لك العب حديد مش هلعب في ودانك انت بتضحك عليا. فقال لي ادخل. فاول ما دخلت لقيت في خرتيت من خرتيت الجيم دول واقفين. اول ما شافني مساء الخير يا نجم واحد من انت بتلعب حديد؟ بتلعب حديد؟ شوف الكلام ده مش عليك اللي انا هقوله دلوقتي مش فلقيت والله شكله بيلعب حديد. لا هو قاعد جنب اللي شايفه لا اه شايفه عامل ازاي؟ لا انا شايفه من بدري وقاعد جنبيها شفت خش اللي وقع جنبك حوشه حوشه. اصل ده يا ريس ده اللي قاعد جنبه واضح ان هو لسه بيلعب بقاله يومين اه يعني صح؟ المهم اول ما دخلت لقيت الخرتيت ده راح قايل لي ساب كل اللي في الصاله راح قايل لي انت يلا قلت له عايز يا فندم. قال لي انت يلا قلت له عايز حد. قال لي اقف على بطني. قلت له عامل ايه يا فندم؟ اقف على بطني يا عم انت عبيط اقف على بطنك عامل ايه على بطنك؟ مش اقف على بطن حد. بقول لك المهم وقفت على بطنه. بتقول لي بقول لك يا عم انا وقفت على فكره انا ده من غير ما اخبط الديكور الديكور وقع مننا انا ده. فلقيته بيقول لي اجري في المكان انا فوق بطنه. فالله اجري في المكان. فانا ابتديت اعمل كده لغزني جدا الكابتن معدي قال لي عاش وليد. ده ازاي ربنا عافينا وعافيك شكرا. ابو صلاح يلا عايزين نبدا بيك او نكمل بيك برافو. انا ما عنديش مشكله ولا مع الرفع ولا مع التخن يعني تقريبا انا لطيف يعني. بس انا عندي مشكله ان لما المعده بتاعه البرنامج اتصلت بيا هنا وقالت لي هتطلع في حلقه مع الدكتور عمرو الليسي فايه الدنيا قلت لها تمام. قالت لي انا يوم مناسب قلت لها اي يوم انا ما عنديش مشكله. بعدين فكرت مع نفسي دكتور عمرو الليسي عايزني برنامج واحد من الناس طب انا هطلع اعمل ايه؟ هو ما احنا كان حصل عندنا حريقه في البيت من فتره فقلت مثلا حضرتك عرفت بيها جاي تقعد معانا ده اللي حصل. الدنيا ولعت في ناس ولعت عندنا فقلت يمكن عايز تكلمني مين على الموضوع فقلت ايه لا ممكن اكيد مش كده مش موضوع الحريقه مش ضخم قلت يبقى اكيد البرنامج بتاع تحقيق الاحلام قلت يبقى امي بعتت لك عشان تطلع عمره يعني اكيد. قلت يبقى امي كسبت وحضرتك عايز تسلمني التذاكر وبتاع لحد ما لقيت مينا بتصل بيا صلاح دكتور عمرو الليسي اتصل ما انا امي كمان كانت مقدمه عمره ازاي.
حلوة يا مينا. ده اللي انا استغربته. حلوة حلوة يا مينا. حلوة. قعدت افكر مع نفسي. طب انا امي بعتت عمر. هتطلع ان شاء الله؟ ان شاء الله. اه والله تبقى الكارثة ان لو امه هي اللي قبلت وامي لا. يعني فقلت ايه بعدين فهمت بقى ان حضرتك عايزنا في حاجة ثالثة بقى بتاع بوضوح عشان نعمل ستاند اب كوميدي وكده. انا بطلت بقى السياسة. بطلت بقى اتكلم في السياسه بقى والحاجات دي خالص بقى عشان خلاص بقى عشان ال طيب بطلنا نتكلم في السياسه. فبدات ان انا اركز بقى في الما علينا اركز في الما علينا اركز في البنات بقى والولاد فاشوف مين فتى الاحلام بالنسبه للبنات ومين فتاة الاحلام بالنسبه للولاد. بالنسبه للفتى الاحلام فتاة الاحلام بالنسبه للولاد يعني سهل ان الواحد يحصرها ان احنا مثلا من ابتدائي بتبقى الابله بتاعت الرسم اللي هي عارفه الرأس اللي هي كنا بنقوم رامين الاستيكه تحتها وننزل نقعد نجيب الاستيكه طول الحصه بنجيب الاستيكه من تحت. وبعدين كبرنا شويه فلقيت ان هي الوليه اللي ابويا بيخون امي معاها ومفهمنا ان هي عمته اللي عايشه في امريكا. يا بابا عمته مش في امريكا. اقول لها حبيبي عدى لكم عمه في امريكا. يا بابا ازاي احنا ما نعرفهاش اصل امك ما بتحبهاش. يا بابا طب ما تاخدنا عندها. يقول لي ماشي هاخدك انت تقعد تلعب مع عيالها ونلعب مع عمته شويه. اقول له بابا طب انت ليه ما بتلعبش مع ماما. يقول لي اصل امك يعني ما بقاش ليها في اللعب. يا بابا ازاي ما لهاش في اللعب دي كل يوم بتلعب مع خاله. ازاي وبعدين فتكتشف ان احنا اسره مفككه يعني الموضوع في حاجه غلط. نكبر شويه نبقى في سنه وبقى تبقى فتاة احلامنا وفاء عامر في فيلم الواد محروس بتاع الوزير. خيال الخدمات كان مبهدل وفاء عامر وهياتم في ناس معينه كده في حاجات معينه يعني بنحبها احنا في بعدين بشوف بقى فتاه الاحلام فتاه الاحلام بالنسبه للبنات بقى فما تقولكش على حد معين تقعد تقول لك مش عارف انا عايزاه يكون حساس. اللي هو اقول لك والله العظيم ما تودونا في داهيه والله العظيم الناس دي هتخدعنا قرايه الفهات رايحه في حته ثانيه. انا مش قصدي والله والله. هي تقول لك الحساس اللي هو ايه يحس بيا لما اكون متضايقه ويعرف ان انا متضايقه من غير ما اقول له ان انا متضايقه. جمله كده عارف عارف. وواحده ثانيه تقول لك انا مثلا عايزاه يكون راجل وده شيء طبيعي ما اكيد فتى احلام واحده مش هيبقى واحده يعني اكيد هيبقى راجل. وبعدين واحده ثانيه تقول لك ايه لازم يكون بيعمل لي مفاجاه يعني لما يجي يتقدم لي ما يجيش من اللي هو ما يجيش بنت من الباب لا يعملها له مفاجاه يعمل لي زي الاجانب حاجه اسمها البروبوزل. الاجانب عندهم حاجه ان انت مثلا ايه تبقى جيسي راكبه مع جاك ومعديين من تحت النفق بالعربيه ففجاه تلاقي جاك كاتب لها على النفق ايه تتجوزيني يا جيسي فتقول له اوه يخرب بيت امك ايه المفاجاه دي ايه ده ايه جاك ده انت جامد قوي وتقوم وافقه. فانا ليا واحد صاحبي قال لي صراحه انا عايز اعمل بربوزه للبت بتاعته. قال لي اعمل بربوزه للبت ده الواد كان شمام كان عيل غريب. الواد ده بقى لصاحبي الشمام ده قال لي انا عايز اعمل لها بربوزه. قلت له هتعمل لها ازاي؟ قال لي ايه؟ انا هبقى ماشي معاها في الشارع واخلي عيالي يطلعوا يقوموا ضاربيني علقه ويخطفوها ياخدوها يقعدوا ياكلوها علقه ويحطوها في اوضه ضلمه ويخلصوا الدنيا كلها. وبعدين اقوم انا داخل فجاه فاتح نور الاوضه واقول لها تتجوزيني. هو بيقول لي يا صلاح تفتكر هتوافق؟ يعني قلت له اكيد هي مش هتلاقي حد يستر عليها غيرها يعني اكيد بعد ده كله. فشكرا يا جماعه شكرا. طلعني فاصل يا احمد لو سمحت. احنا عارفين ان البنت لما بتتدلع بنعرف انها انثى. الولد لما بيتدلع بنعرف انه عبيط. عرف منطق كده يعني. احنا البنت لما بتبقى قاعده وسط اصحابها بتبقى محافظه على شكلها جدا يعني بتيجي تكلم حبيبها في التليفون قال له انت فين؟ اخلص اخلص ده يا في خلقتك غور يلا اقفل اقفل ومحافظه على شكلها. الولد يبقى واقف وسط اصحابه بيتكلم عن الجيم والحاجات مثلا الفل عمال بتاع الجيم بيتكلم عن الجيم وبتاع والنهارده رحت شلت عملت كذا كذا اول ما يظهر رقم البرنسيس على الموبايل ايه ايه يا حبيبي خرب بيت شكلك هرجع عامله ايه
وحشتي ويبقى شكله وحش جدا. البنت لما بتيجي تتخطب تبقى في حاله عدوانيه كده بتصيبها، يعني بتخاف لو الواد يعمل معاها السيد وبتاع، تقعد تقول لك هيعمل ايه، هيعملني ازاي، بنشوف كده هيعملني ازاي، بروح ام ونشوف هنشوف. يجي الواد يتجنن في مره، اقول لها حبيبتي هو البادي مش ضايق شويه؟ تقول له ايه؟ قول تاني كده قلت ايه؟ فيقول لها البادي مش ضايق شويه؟ تقول له البادي ضيق. اضيقه يلا بادي ضيق، ما انا بنت لازم يكون ضيق. خد البسه انت شوف هو بيقص عليك ازاي. البسه انا ايه؟ لا خليكي لابسها يا حبيبتي مش عايز. حاجه تجيب الشلل جدا. واصلا مشكله الولاد والبنات يا ريس في الجامعه، احنا بيبقى عندنا امل ان احنا لما نخلص جامعه كده بنحب واحده، وقال ايه ما نخلص هنخطبها ونتجوز. شوف الاحلام في الوهم. والله في ناس فوت في ناس في ناس بقى بتاخد باور كده، بيسموا اسماء اولادهم كمان، يعني يقعد يقول تقعد تقول له على فكره يا حبيبي لما نتجوز لو جه ولد انا هسميه بودي، لو جاب بنت هسميها جودي، انت ايه رايك؟ فيبتدوا يتفقوا على اسماء اولادهم. هم اصلا اول ما بيتخرجوا ما يعرفوش ان بابا حاطط عينه على واحده وغالبا بنت عمه، ماما حاطه عينها على واحده وغالبا بنت خالته، هو حاطط عينه على واحده وغالبا بنت جامده. ودي مواصفات الواد. لما تيجي تقول له انت عايز بنت عامله ازاي يقول لك انا عايز اكون ايه؟ ايه يا معلم؟ عايز اكون دي خريجة ايه؟ يعني دي خريجة ايه؟ انا مش فاهم. وبعدين يقول لك انا عايزها، بيقعد يقول شويه مصطلحات كده ملهاش اي معنى في التاريخ يعني. بس ما بابا يجي يقنعني بقى بواحده يقول لك انا شفت لك واحده، قلت له يا بابا ما اعرفهاش، يقول لك شوفها بس تشوفها اخطبها بس. اتخطبتي؟ والله العظيم موهبه والله. يقعد يقنعه والله العظيم اخطبها بس، اخطبها تخطبها اتجوزها بس اتجوزها. تحس والله انا هقول لك ايه؟ اتجوزها لو طلع فيها حاجه بتاعتي. يعني ربنا عافينا وعافيك، شكرا. رجعنا تاني يعني زي ما احنا شايفين معانا ثلاثه من النجوم الجمال جدا في الستاند كوميدي بجد، يعني مينا ووليد وصلاح، الثلاثه اجمل من بعض، كل واحد عنده فكرته، كل واحد منهم عنده الستايل بتاعه. بس خليني ابدا بصلاح اسالك، يعني الفرق بين الستاند كوميدي وبين مثلا المسرحيه الكوميدي ايه؟ هو المسرحيه الكوميدي انت بيبقى معاك مزيكا ومعاك اضاءه معاك ديكور وملابس معينه، كل دي ادوات بتخدم عليك، غير ان في ممثلين قدامك زمايلك بيخدموا عليك، بتقدر تقول له طب قول لي كذا وانا ارد عليك اقول لك كذا، افرش لي الافيه دوت. انما الستاند اب كوميدي انت لوحدك، انت اللي بتفرش وانت اللي بتقول. وفي نفس الوقت الستاند اب كوميدي مطلوب منك انك انت طول الوقت تبقى بتضحك، يعني انت لو وقفت قدامي مثلا لمده دقيقه تتكلم عادي كلام عادي، حتى مش لازم يكون كلام سخيف، هنحس انك سخيف. عكس المسرحيه، بالعكس المسرحيه انت بتتكلم عادي، والله في حاجه ضحكت مفيش حاجه ضحكت، خلاص احنا كده بنمثل، احنا مش عاملين ده عشان نضحك بس. يعني لما الستاند اب كوميدي لا، انت عامل اتفاق بينك وبين الجمهور، يلا يا جماعه انا عندي حفله عشان اضحك. طب طلعت يا وليد على الستيج ما ضحكوش، ايه الحكايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ما هي الفكره زي ما صلاح بيقول، احنا مش بنطلع عشان نضحك بس، انا بطلع اتكلم في حاجه، فلو انا بتكلم يعني في موضوع معين بتختاره بالظبط. وبقول وفي وجهه نظري، فلو انا بقول ده واكتشفت ان الناس ما بتضحكش فبعمل حاجه من الاثنين، وغالبا هي الحاجه الاولى اللي بعملها ان انا بغير الموضوع، بغير تماما، لان ساعات الناس بتبقى ممكن جدا صاحبي اللي قبليه طلع اتكلم في نفس الموضوع. فلما جه نطلع ولا بيفرق على حسب سن الجمهور؟ تفرق جدا طبعا، تفرق جدا طبعا. يعني في سن ممكن ياخد افيه بشكل غير السن الثاني صح؟ ما عدا دي هتضحك على كل حاجه. نتفق يعني. والله دي لو في ممكن ناخد نسخه من الضحكه دي على السي دي ممكن. حلو قوي وصلها والنبي يا ريس، لو تعرفوا تمضوا معاها يعني والله. 5 سنين حصري والله العظيم. ما حضرتك اقترحت في البريك فكره حلوه ان احنا نسجلها على فلاشه ونحطها في العربيات. نحطها في العربيات، تخيل بقى واحد الصبح يدور العربيه يروح حاطط دي. فوت يعني. مينا طيب انت لو انت بتعمل ستاند كوميدي
الموضوعات اللي بتختارها لازم تكون بقى يعني لمسه الناس بقى اكيد، ولا ممكن تخش في موضوعات بعيده او فيها اسقاط سياسي وحاجات زي كده؟ لا يمكن انا ما بلعبش سياسه خالص، لان ليه؟ انا عندي قناعه شخصيه العب سياسه في حاله واحده، لو الجمهور في شخصيات سياسيه فهوصل وجهه نظر، ساعتها لما اعمل ماتيريال عن السياسه ان شاء الله يجيب نتيجه. لكن لما اتكلم في السياسه قدام ناس عاديه، طب ايه الغرض يعني؟ عندي وجهه نظري. طب الشباب عامه ميوله لايه؟ يعني يحب يسمع ايه كماتيريالز يعني؟ كماتيريالز. هو ما هي الفكره كلها، انت هتلاقي عندنا عند كل واحد فينا ماتيريالز كتير، ان كيس مثلا بتبرفورم قدام شباب ده بيبقى ليهم ماتيريال مثلا شبه اللي وليد عمله، اللي هو اولاده البنات والدلع والحاجات والحاجات دي، غير لما مثلا بتلعب قدام في اهالي وفي اولياء امور، غير لما يعني الاي كلاس غير البي كلاس غير السي كلاس، يعني احنا بتلاقي ماتيريالات كتير. انا ماتيريالاتي بحاول قدر المستطاع اعمل شويه حاجات قريبه للشباب، يعني مثلا من سنتين كان في اشاعه غلق مواقع الابهي، فالموضوع قلب الدنيا، مشكله. فقمت عامل ماتيريال عن ده، جاب فيوز يعني الناس كلها كانت مقتنعه ان هي هتشوف مواقع اباحيه جوه غالبا او حاجه. اتفضل. المواقع الاباحيه اتفضل 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 على الهواء. على الهواء على الهواء دي قول لي احط الكبار فقط؟ لا مش لازم. بصوا انا عندي خبر، عندي خبر سيء يعني، تقريبا كلنا عرفناه، ان مصر بتحتل المركز الرابع على مستوى العالم في الدخول على المواقع الاباحيه. احنا كنا الثاني والله. تراجعنا. ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ ايه ده؟ يعني شوف كنا فين وبقينا فين؟ ده عدم تركيز. لا ما علينا. ما علينا. بص انا اسيبكم، بص انا اقول لكم على حاجه، اسيبكم من المواقع الاباحيه. انا في حاجه كنت نسيت اقولها وانا بقدم نفسي، ان التخن عمل لي مشاكل في حياتي. ليه؟ عارفين جمله خلينا اخوات؟ عارفينها؟ فانا اكتر شاب على مستوى العالم اتقال له جمله ايه؟ خلينا اخوات. بس والله مشكله. انا ده في حاجه غريبه، في حاجه غلط، بس الاثنين دول مش بيضحكوا، ما بيغزونا. لكن يقول لك انا يعني انا بصوا انا هتلاقيني بتكلم على طول على التخن. ليه؟ لان دي مشكلتي في الدنيا. يعني ابويا حتى بيحكي لي يوم ما خلفوني ومروحين من المستشفى، فابويا شايلني ودخل. لا يعني راجعين من المستشفى دي ما بتضحكش، ده بتضحك ليه؟ دي كلمه عاديه. ما اكيد هي مش والداني تحت بير السلم. لا ما هو كل واحد وثقافته. يمكن راجعين من المستشفى دي عندهم كانت زمان حاجه ليها علاقه بالضحك. استنى طب نجرب مستشفى. صح. اذا النجاح هنا سهل قوي. والله العظيم والله. ابويا كان شايلني ودخل المنطقه بقى، خلف ولد ورفع راسه. يوم عم هاني البواب اول ما شافه جري عليه قال له الف. مين عم هاني البواب؟ هاني البواب. عم هاني البواب دي بتضحك. هاني هو اسمه هاني. اسمه هاني. ما علينا. فجري عليه جري قال له الف مبروك استثنيها دريت. جبت ايه؟ جبت واد ولا جبت عجل ايه؟ والله. لا كفايه كده، ما حدش يصب لهم تاني بقى، هم حلوين قوي كده كفايه والله عليك. طب والله لو الاعداد كان بلغنا بوجودها ما كنا جهزنا حاجه. كنا جينا وقفنا. صدقنا يا ريس طيبين. بص مساء الخير. طيبه قوي. بس في حاجه، في حد هنا بيبتسم بس. في ايه؟ ما هو ربك بيقطع من هنا ويوصل هنا. ايه ده؟ في واحد حقيقي؟ في واحد فيكم حقيقي بجد؟ احنا حقيقيين الناس كلها فيك. خساره. ايه اللي حصل؟ تصدق والله انا عايز اكمل الحلقه. والله قريت معلش نخرج فاصل ناخد موبايلات ونرجع تاني. ناخد موبايلات مزداد بقى مش موبايلات. الموضوع لا والله ولا اي مزداد، وانا افتح الاقي واحد بيقول ولا اي مكالمات ولا حتى واتساب. هل نجحت بقى؟ يعني حسيت ان الستاند اب كوميدي نجح يعني جداً، جاب جمهور كبير جدا بعد ثوره يناير. جدا وانتشر جدا، وبدات الناس كتير تحولوا من ان هم بيشاهدوه ان هم يعملوا ستاند اب كوميدي، لحد ما جينا في فتره معينه تن تاني اتقفل عليه تاني. ليه حقيقي؟ عشان ما بقتش تقدر تقول اللي انت عايزه.
ليه؟ هو الستاند اب كوميدي او عموما لا الفن. ليه مش بتقدر تقول اللي انت عايزه؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا لما يتقال لي عايز تطلع ممنوع تتكلم عن 1 2 3 4 5 6 طيب وبعدين هتكلم عن ايه؟ 4 5 6 7 9 12 9 10 هو تقريبا 21 هو حضرتك مش واخد بالك من حاجه يا ريس كام؟ 125 اكمل 125 حضرتك مش واخد بالك من حاجه المفروض ان الواحد يقول ومفروض ان انا لو حتى لو انا هنتقد حاجه في سلطه او في نظام المفروض ان انت تسمع مني يمكن بقول صح ويمكن كلامي يصلح حاجه مش تمنعني ان انا بص بقى البنات اقعد 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 تعالى تعالى رايح فين ما انت قاعد انت رايح فين هو في حاجه بمناسبه هو فعلا اغلب الحاجات بيحطوا لنا كده 1 2 3 في محاذير فعلا في محاذير ما عنديش مشكله لو كانت المحاذير دي ادبيه لا لا حتى يعني انت شايف ان النهارده الستاند اب ممكن يعني بقى في محجم عشان ممنوع تتكلم بالسياسه خليك جاري يقول لي مش سياسه بس والله سياسه جنس دين انت مين اللي خليك جاري يقول انت وانت ما بتضحكيش ليه ده هنا الضحكه دي مكانها ده مكانها والله بس احنا مش هنقول الافيه ونقول مكان الضحكه رئيس انا هديك فرصه تقول اللي انت عايزه يلا رزقي ورزقك على الله لا لا مش هتكلم في السياسه برضه ما مش فكره تمام افرض حضرتك سمحت لي وزعت الحلقه وانا اتاذي ليه طب وبعدين يعني ده مش بالك ايه مين اللي هيأذيك مين مين مينا لا مينا مينا انا مينا انا اصحابه اغبياء عنده عيال اصحابه اغبياء بيضربوني بعد ما كنت من الشرطه واقفين بره شفتهم وانا داخل فين لا 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 مش هم اللي بيأذوا المهم اتنين بس يا عم قول يلا قول في حاجه لا هتتكلم في السياسه قول همشي لا 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 مش هتكلم مش ناقصه رحنا عملنا ماتيريال في الكويت قبل كده وكان في حته على داعش وبعدين قلت له مين انا محتاجك تساعدني فيها بلا اذنكم بلا اتكلم عن داعش لا ده مش هتكلم عنها والله ده انا بهكي بس في عيني مينا مينا وداعش قلت ايه انا بهكي بس قال لي انا هقول معاك بالمايك من الكالوس مش هطلع على المسرح وانت اشتغل عادي فهو قال لي بيقول لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام يا مينا لقيته عجلي لقيته بيجري في الكالوس يا عيني يلا ما تقلقش احنا اصحاب الحمد لله الحمد لله في حاجه ظهرت الفتره الاخيره دي كان في حاجه كده بيتكلموا عنها الجهاز بيعالج كل حاجه بتاع الكفته لا لا لمح يعني ما لا مش بتاع الكفته لا لا مش بتاع الكفته ده اللي هو صافي ناز ما خدتوهاش في المحاذير صافي ناز ما جاتش في المحاذير حاجه طب لحظه كده استاذ احمد صافي ناز اوكي بالنسبه لنا ونص مش ماضيه مع الحياه لا مش ماضيه طب ممكن نمضيها يا ريت يا ريت والله يا ريت تنورنا هو انت لو شفت صفناتها تتحكي برضو يعني انت المهم ان حاجه جميله ان احنا يبقى في حياتنا صفيناز موجوده يعني وبعدين انا اكتشفت ان احنا مش بنحبها من نفسنا لا احنا اهالينا هم اللي علمونا نحبها يعني انا فاكر ابويا زمان كان يقول لي ايه يا صلاح اما تزعل حد روح صالح وقول له صافي يا لبن حليب يا قشطه فانا ابويا اللي قال لي ان صافي لبن يعني انا كنت متخيل انها بني ادمه انها عاديه قال لي صافي يا لبن حليب يا قشطه تسمعوا بيقول لها لبن فهو اللي عرفنا هو اللي خلانا نحبها وبعدين هي يعني فظيعه ايه لما تقعد تعمل كده وتلاقي حاجات طالعه حاجات يعني تملى عين الفيل مش سهله احنا كنا معتقدين ان دينا جامده بعد ما شفنا صافي لقينا ان العمليه لا ده في حاجات تانية جميله وبعدين بدات اركز بقى في المنطقه دي فعلا فلقيت مثلا في حد تاني حد محترم انا بحترمه الفنانه سما المصري مثلا هي كانت تقريبا هترشح نفسها لمجلس الشعب وانا لقيت ناس معترضه على فكره ان هي تخش المجلس ازاي تخش بالعكس والله العظيم دي من اهم الناس اللي لازم تخش المجلس لان اعضاء مجلس الشعب خلقهم ضيق احنا محتاجين حد يكون عنده صدر رحب حضرتك فاهمني يعني هي وهي صدرها رحب جدا يعني روح لها في اي قضيه في اي موضوع سما المصري عادي محتاجين حد يكون عنده صدر رحب وبعدين هي كانت عامله برنامج لطيف جدا كنت متابعه انا كانت بتلبس فيه تيشيرت عليه صوره حسني مبارك فانا استغربت اشمعنى حسني مبارك يعني ليه مش احمد عز ليه مش اي حد بعد كده
فكرت شويه فلقيت ان حسني مبارك كان طيار، فطبيعي هو اللي يقعد على الصواريخ يعني، هو فاهم لان هو ده مكانه، ده مكانه الاصلي. انت قلت لي قوم قول اللي انت عايزه. حد من الناس المحترمه اللي انا يعني انا شخصيا بطالب في دعوه عامه ان هي تبقى احدى العضوات في مجلس الشعب، والله الموفق يعني، ربنا يكرم ان شاء الله. طلعني فاصل يا احمد. في مشكلة عندي صغيرة جدا عايز اتكلم عليها، يمكن كان وليد اتكلم عن الفروق ما بين الولاد والبنات. انا عندي فرق مهم جدا لازم نتكلم فيه وهو التصوير. في مرة كنت في رحلة وطالعين جروب كبير جدا، ف كنت عايز اتصور مع حد صاحبي يعني، فبندع له بقول له مصطفى خد تعالى نتصور. مصطفى مش يجي يقف جنبي زي البني ادمين، لو اجي نط على ظهري مصطفى في امسك نفسك امين هنتصور. قلت له ماشي يا مصطفى. وبتلاقي مره واحده احمد دخل في الصوره ومش عارف ايه، ومره واحده تلاقي الصوره فيها 35 شاب وفي رجل كده معمول لها تاج، دي رجل احمد صاحبنا ما كانش معانا في الصوره بس عادي، وتلاقي 35 شاب. لكن البنات بقى الموضوع مختلف، تلاقي بنت واقفه كده يا كوكو يا سوسو مهندة مين، فبيجوا يقفوا صف كده. فعارف انت البنات حاجة بيبقوا نازلين كده شعرهم نازل زي كلاب البلدوج كده حاجه، عارف انت بتلاقي والله بس بيدور على لا ما هو حاج مش هيبان، هيبان وهي موطيه كده. تبقى تبرقي لي ليه؟ مش ما تخاف انا. فتلاقي بنت كده متوطي كده، ايه يا بنات هنعمل ايه؟ تلاقيهم قلبوا كده فيقولوا لهم يلا يا بنات هنتصور. فانا عايز اعرف ايه ده يعني، هي البنت من دول تسمع كلمه هنتصور تلاقي مسمار اتضرب في كعب رجلها، تلاقيها رافعه كعب رجلها كده على طول معروف. هما اربع حاجات مرتبطين، خليهم كده عشان بلاش الناحيه الثانيه، اربع حاجات مرتبطين ببعض فاهم، مسمار في كعب الرجل، تزيره الورك، والفخذ ومسكه القصه يعني ده. وكل بقى فاهم اللي تشاور على حاجبها النغزه وكل كوم بقى ايه ده؟ انتوا ليه بتعملوا فينا ايوه ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه ما بتعملوش حكايه؟ ايه؟ عيب عيب والله. احنا سناجل، انا سنجل وما عنديش مانع والله، مطلقه ارمله استعمال طبيب اي حاجه يعني. ففي نفس الرحله دي كان في بنت معجب بيها جدا، فكنت عايز اتصور معاها يعني، فرحت بقول لها ممكن اتصور معاكي؟ قالت لي بس اتاخر شويه يعني. قلت لها انا واقف عليكي اهو يا ستي كده كويس؟ كده تمام. يلا يمين لا يلا حبيبتي يلا يلا حبيبتي هديكي حقنه ولا اعمل ايه؟ قالت لي يمين ما تهزرش يلا بجد نتصور يلا. قلت لها يلا نتصور. يعني انا اعمل كده ونعمل كده مع بعض ونتصور. شكرا. صبع غوريلا بقى. يلا وليد هتورينا ايه في الختام؟ انا ما اتصورتش كده قبل كده. ما اتصورتش كده؟ عارف الجمهور السهل الممتنع؟ يا ده سهل بس. ايه ده؟ ايه ده؟ عفا حد فيكم اتجوز؟ اتجوز؟ طب حد عايز يتجوز؟ مش فاضيين بيه. عايز تتجوز؟ تعرف رئيس موضوع الجواز ده شاغلني، في جمله اتفق عليها الاولاد والبنات الفتره اللي فاتت، كل الاولاد والبنات اتفقوا عليها. الجمله دي اكتر جمله كدابه في الدنيا. ولان الحلال اجمل سانتظر. سانتظر. الجملة دي أول مرة بتتقال بعد الواحد بيخلص جامعة بمفيش، يبتدي يبقى خارج كده باور وبتاع وكله حلال وبصة للمستقبل وبتاع، يقول لك ولأن الحلال أجمل سأنتظر. بعدها بشهرين الأداء بيتغير، ولأن الحلال هنشوف. بعدها بفترة ولأن الحرام شغال أنا مش قادر. الجملة دي بتعبر إن إحنا أولاد وبنات بنفكر في نفس الحاجة ومش صابرين. تمشي في الشارع مثلا عايز تعرف مين بيحب بعض ومين ماشيين في الجواز ومين ماشيين في الحرام، اقول لك تعرفهم ازاي. اي اتنين عايز تعرف بيحبوا بعض وهما ماشيين في الشارع هتلاقيه دايما ماشي باصص في عينيها وماسك في ايديها وما بيتكلموش، هو طول الوقت بيعمل كده.
وهي طول الوقت بيعملوا كده. اللي ماشيين في الحرام بيبان برضو، تلاقيه طول الوقت باصص في عينيها وماسك ايديها وباصص في المطلق ساعات، وطول الوقت ماشيين بقى هي بقى ايدك يا احنا في الشارع. يا ايه الحكايه بالظبط؟ هي لسه اصل انا بشوفهم في طلعت حرب كتير يا ريس. انت ما خدتش بالك هي دلوقتي عملت له ايدك احنا في الاستوديو. لا طول الوقت طول الوقت ايدك في الشارع يا احمد. احمد في الشارع في الشارع يا وطيه. هو ده المانع الوحيد عندك؟ هو ده الاوبشن يعني؟ انا تخيلت لو مش في الشارع. ايدك يا احمد احمد. وارجع تاني واقول لك نزل ايدك يا احمد يا احمد. طلع ايدك يا ليه. لا المتجوزين بقى تعرفهم ازاي؟ هتلاقيه سابقها بسبعة متر. والله العظيم والله العظيم طول الوقت يقول لك امشي انت امشي امشي بقى. ليه مثلا لو معاهم واد صغير دي اول غلطه اهي يلا شكرا. المشاريع بقى اللي جاي ايه؟ هتعمل ايه الفتره الجايه؟ احنا بنفكر نعمل تور ان شاء الله في المحافظات، نلف. هتعملوا ايه؟ نعمل تور في المحافظات. نطقتها غلط؟ لا لا كويس. لا انا احسن لغتين عندي الانجليزي والعربي. ما هو باين الحمد لله يعني. العربي بتاعك حلو قوي على فكره. انا كذا حد قال لي المعلومه دي. العربي عندي حلو. فبنفكر ان شاء الله نعمل تور في المحافظات قريب، ويعني عايزين اللي هو نعرف الناس ايه اللي ستاند اب كوميدي يعني. ستيل برضو ممكن تكون القاهره عارفه ايه هو الستاند اب كوميدي شويه، بس المحافظات ممكن تبقى النسبه فيها محتاجه لسه. بالظبط. مشاريعك ايه اللي هي؟ انا بصور في برنامج صورته يعني ان شاء الله ده اللي جاي هينزل، وفكره التور دي اللي هي لفه او اسمها ايه دوريه كده. لا بنروح كذا حته دي ان شاء الله في كذا محافظه، وطلعت بحضر الطلعه الثالثه من الورشه اللي انا بعمل ورشه ستاند اب كوميدي اسمها مدارس، بحضر الطلعه الثالثه منها. عظيم بصراحه. احنا كنا صورنا كلنا في نفس البرنامج اللي هو قاله ده ان شاء الله يعني ما اعرفش هينزل في رمضان ولا امتى، لسه احنا لسه مش عارفين يعني. وانا مهتم شويه بالتمثيل يعني، انا بروح الجامعات في الستاند اب كوميدي بلف، وبعدين التمثيل بخرج عرض في كليه العلوم في مهرجان الجامعه، وبخرج عرض تاني هنعمله ان شاء الله في الاوبرا قريب باذن الله. انتوا ثلاثه اجمل من بعض ودمكم خفيف وليكم مستقبل باهر جميل، واحنا يعني بجد مبسوط جدا بوجودكم معايا النهارده. الله يخليك. واكيد هيكون لينا لقاءات ثانيه سواء في الاستوديو او حتى في مجالات فنيه اخرى، لان انا شايف في مواهب جميله جدا قدامي. انا بشكركم جدا جدا وبشكركم جدا. ميرسي. شكرا. شكرا ليكم. ضحكتونا. شكرا ما فيهاش ضحك على فكره. انا حسيب بصراحه. هو بقى طب اختم الحلقه. انا خلاص كده نسيني والله. انا قلت نسيني والله. تيجي تقعد مكاني والنبي، انا عايز اقعد. حسيب صلاح يا جماعه. مؤاخذة دكتور معلش والله. طب خليني عشان اختم الحلقة. اتفضل اتفضل يا ريس. اتفضل يا ريس. بشكركم جدا وصراحة يختم الحلقة. تصبح على الف خير. تعالى اختم بس انا والله افتكرتك نسيتني قلت حلو. والله العظيم انت حاجة جميلة. مش هنتكلم في السياسة. احنا انا فاكر بالظبط من حوالي 9 سنين اول ما جبت 90% في الثانوية العامة، فاكر انا خريج كلية علوم قسم كيمياء. فانا جالي التنسيق كليه علوم، فانا كنت بقول لماما انا عايز اخش معهد تمثيل. لا لازم تخش علوم زي اخوك، اخوك دخل علوم فانت لازم تبقى زيه. وبعدين ايه كنت قاعد متضايق قوي متكدر، تاني يوم داخل كليه علوم وصحابي كلهم اللي داخلين تجاره وحقوق مبسوطين جدا. فبقول لهم يا جماعه انتوا ليه مبسوطين كده؟ قالوا لي احنا داخلين بكره الجامعه، احنا هنقابل بنات، احنا هنرتبط. فقلت له يعني ايه اعمل ايه عشان ارتبط؟ قال لي خش على اي واحده قول لها بحبك عايز ارتبط بيك هترتبط، الموضوع سهل. فقلت تمام مش مشكله ونقضيها السنه. قال لي تقعد تقضيها طول السنه وتسقط وتندم وترجع تحس بالذنب، والسنه اللي بعدها تسقط تتفصل تخش الجاره تلاقي البنات بقى اللي انت ايه اللي انت عايزها. فقلت له طب احنا علوم عندنا في بنات؟ فقال لي ليه؟ قلت له انا يعني معلوماتي من اخويا ان هم كلهم شبهي هناك يعني البنات، والبنات هناك شبهي ايام يعني زمان، ده انا كده حلويت. انا كنت مناخير زمان والنعمه، كنت مناخير بس مفيش حاجه ثانيه. وبعدين ايه ثاني يوم قلت هخش ارتبط بقى اشوف اي بنت. فدخلت الجامعه وصلت الساعة 11، كانت أول محاضرة الساعة 9، ما لقيتش ولا بنت لوحدها. كل بنت واقفة مع ولدين. كل بنتين مع ولد، إيه ده؟ قلت القطر فاتني بساعتين، إيه الموضوع؟
اتاخرت عشان قوي كده لحد ما فين وفين لقيت بنتي مسكينه قاعده بعيد، فقلت اخش اقول لها اي كلمتين فايه استظرف معاها شويه فنرتبط يعني ونعيش اليوم. فدخلت قلت لها مساء الخير لو سمحت، المحاضره الجايه الساعه كام؟ قالت لي المحاضره الجايه الساعه 12 في منطقه 17. ده بعيد قوي مش هتعرف تروح لوحدك، تعالى ما اوديهولك. يعني كان نايس تقول لي وحشتيني انت فينك ايه. كانت مشتاقه هي كمان لنفس الموضوع. مش هنا شويه قعدت، فانا قلت يا فهمت كانت زيك بالظبط كده. وقالت لي صلاح انت دمك خفيف قوي، ده انت فظيع، انت ايه انت، احنا يلا بقى عشان نرتبط. هي بدات قالت لي كده، فقلت لها تمام حلو جدا يلا يلا نرتبط. فقالت لي لا طب ما انت لازم تيجي تقول لي. فقلت لها ما هو انت قلت. قالت لا لازم تيجي تقول لي وشوف انا هوافق ولا مش هوافق. فقلت لها حضرتك قلتي والله انت عملتي خطوه مهمه. قالت لا صلاح انت ايه، انت مع الموضوع ده فيه سنس واحساس، روح وتعالى قول لي. قلت لها حاضر. بعدت عنها ورحت لها قلت لها سمحت عايز ارتبط بيك. قالت لا. قالت لا مش موافقه. قلت لها ايه؟ قالت لي مش موافقه. قالت لي ما حسيتش انك شاريني، حسست انك ماسك فيا. وبعدين ما تجيش عليا، ده انت المفروض تقعد تفكر، انت داخل تعمل خطوه مهمه فتوتر، يبقى متوتر ومتوجف. فقلت لها يا ربي يا ربي ما اقول لك ايه تيجي نرتبط. قالت لي انت برج ايه؟ فقلت لها ليه؟ قالت لي عايز اعرف احنا في بينا توافقي ولا ما فيش؟ يعني افرض انت طلعت هوائي وانا ترابي، ده ممكن يجيب رمله في عيني يعني. بهدله. ده ممكن يجيب رمله. بعدين مشينا شويه انا وهي وبتاع. وبعدين ايه فبتقول لي انت برج ايه؟ قلت لها انا برج السرطان. قالت لي انت مواليد كام؟ قلت لها 30/6. انا مواليد 30/6 على فكره. اليوم ده كان اهم حاجه فيه ان هو كان عيد ميلادي قبل 30/6. وبعدين قالت لي في حاجه يا ريس؟ في حاجه؟ لا كمل والله عادي. كل سنه طيب. كل سنه طيب. مغني لك طيب؟ كل سنه وانت طيب. قلت لها مواليد 30/6. قالت لا صراحه السرطان مش 30/6. قلت لها امال السرطان كام؟ قالت لي السرطان 57/3/57. فده كان اول افيه سمعته في سنه اولى. على سبت البنات ساعتها وصرفت نظر، على بدات اصاحب صحابي الصبيان يعني. شكرا شكرا. تصبح على خير.